السلام عليكم. ضربات جديدة وغامضة طالت العمق اليمني من جديد، وبصمات هذه الضربات هذه المرة هي بصمات إسرائيلية بحتة. تفاصيل هذه الضربات نشرت على الفرانس بريس وكذلك على نيويورك بوست، وهي تأتي بعد الضربات الموسعة التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية مع بريطانيا بدعم من 4 دول، من ضمن هذه الدول هي مملكة البحرين. وعلى الرغم من كل هذه الضربات التي رأيناها على جماعة الحوثي في اليمن، إلا أن جماعة الحوثي مستمرة في هجماتها على خطوط الشحن في المياه الإقليمية، وقاموا بهجوم بحسب هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية، بالإضافة إلى بلومبرغ هي التي أكدت هذا الهجوم، وأن الهجوم طال ناقلة النفط خاليسا. هذه السفينة هي كانت متجهة من روسيا إلى الهند، أي أن هذا ما يعني بأنها لم تكن قادمة من إسرائيل أو متجهة لإسرائيل بأي شكل من الأشكال. وليس هذا فحسب، لأنها كانت تحمل النفط الروسي، وكذلك أن هذه السفينة كانت مملوكة في السابق من إحدى الشركات البريطانية، ولكنها الآن مملوكة من قبل شركة روسية، أي أنها سفينة روسية وتحمل النفط الروسي. وبالتالي هذه السفينة ببساطة هي كانت متجهة من البحر الأحمر، دخلت إلى البحر الأحمر طبعا قادمة من روسيا من مسافة طويلة، ووصلت إلى خليج عدن، وهنا قامت جماعة الحوثي بإطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن قادم من الحديدة، وسقط الصاروخ على بعد ما يقارب 400 إلى 500 متر، أي أنه لم يصب هذه السفينة. ولكن بعد ذلك ظهرت 3 زوارق وهي تطارد هذه السفينة. محصلة كل هذا الهجوم كانت صفر بالنسبة لجماعة الحوثي، لم تصب السفينة لا قتلى لا جرحى ولا أضرار مادية، ولم يتم احتجاز هذه السفينة. وهذا قد يعتبر إخفاقا كبيرا على جماعة الحوثي في استهداف هذه السفينة تحديدا، وذلك لأن السفينة روسية بحتة، وروسيا كانت قد نددت بكل الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وحلفائها على جماعة الحوثي في اليمن، وخاصة أن هذا النفط الروسي يعتبر نفطا مهربا بسبب العقوبات الأمريكية على روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. بالتالي روسيا هي جزء من هذا المحور، وهنا يأتي الاستهداف كاستهداف خاطئ للغاية. ولكن على الرغم من أن هذه السفينة روسية والنفط روسي، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ردت بنفسها من دون وجود بريطانيا أو أي دولة أخرى عن طريق USS كارني المدمرة الأمريكية المتمركزة في خليج عدن، لتوجه ضربة مباشرة إلى صنعاء، تحديدا إلى شمال صنعاء على قاعدة الديلمي، وقامت بتدمير منظومة رادارية موجودة في تلك القاعدة، لتعطي رسالة واضحة لجماعة الحوثي بأن كل هجوم ستقومون به تجاه أي سفينة في خليج عدن، في مضيق باب المندب أو في البحر الأحمر، سنرد عليكم بشكل مباشر. وكانت هنالك تحديثات من صور الأقمار الصناعية لطبيعة المنظومة الرادارية التي دمرتها USS كارني، والتي أطلقت صواريخ توماهوك باتجاه طبعا صنعاء. سنرى الآن هنا، هذه هي صنعاء وهذه هي قاعدة الديلمي. الرادار يقع تقريبا إلى جنوب غرب الديلمي، هنا في هذه النقطة التي سنقترب منها الآن، وسترى الرادار أمامك. هذا هو الرادار الذي تم استهدافه من قبل هذه المدمرة، هذا هو الرادار الذي ترونه هنا. وطبعا مع أخذ العلامات المهمة لكي نقارن مع الصور المحدثة، ترى هنا مبنى آخر، منطقة مزروعة هنا، وترى هذا هو الطريق المتطابق أو الطريق الذي سنطابقه الآن. وبالتالي هذا هو الرادار الذي استهدف. لاحظ هذه الصورة كانت قبل، ولاحظ هذه الصورة بعد، لاحظ كيف اختفى الرادار تماما مع نفس المباني التي تحدثنا عنها والعلامات التي كانت ظاهرة لنا، وهذا هو الطريق. بالتالي الدمار واضح جدا بأن الرادار اختفى تماما، مما يؤكد أن الضربة جاءت على هذا الرادار. وإذا ما اقتربنا من الصورة، لاحظ هنا قبل وهنا بعد، هذا هو الدمار الذي طال هذه النقطة. وهنا جاءت الضربة الغامضة التي نتحدث عنها اليوم. مباشرة بعد هذه الضربة
جاءت الضربة الغامضة، ولكنها جاءت باتجاه الحديدة تحديدا وعلى ميناء الحديدة، هو الذي كان هدفا لهذه الضربة على أحد القواعد الخاصة والمسيطرة عليها جماعة الحوثي الخاصة في القوات البحرية لهذه الجماعة، والتي تستخدم في عملية إطلاق الصواريخ والاستهدافات على البحر الأحمر أو على أي منطقة ممكن أن تصل إليها حتى إلى خليج عدن إذا ما استخدموا الصواريخ المضادة للسفن. ومن الممكن هنا ببساطة أن نقول مع العمليات والحملات العسكرية والضربات وغيرها التي تجري على جماعة الحوثي، ممكن للولايات المتحدة، ممكن لبريطانيا، ممكن لأي من طائراتهم من F-18 سوبر هورنت التي تنطلق من حامرة الطائرات الأمريكية USS دوايت آيزنهاور، ممكن أن تكون نفذت هذه العملية، ولكن ولا بيان واحد صدر من الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا ليتبنوا هذه العمليات. كل العمليات بالإضافة إلى USS كارني صدرت ونشرت تفاصيلها كاملة على القيادة المركزية الأمريكية على الموقع الرسمي، ولكن لم يصدر شيء هنا، لا بل العكس تماما. الولايات المتحدة الأمريكية ومسؤولين أمريكيين سربوا بأن الولايات المتحدة لم تكن مسؤولة عن هذه الضربة على الحديدة تحديدا على هذا الميناء، من مسؤول أمريكي نقلت طبعا تفاصيله النيويورك بوست، بالإضافة إلى أحد المراسلين في واشنطن للعربية إنجليش من أحد المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية أبلغوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن خلف هذه العملية. لم يصدر شيئا أيضا من بريطانيا أو من حلف حارس الازدهار، وبالتالي هنا أصابع الاتهام عادة في مثل هذه العمليات تتجه مباشرة إلى إسرائيل. وأحد أهم الخبراء الذين يتابعون مثل هذه التفاصيل هو باباك على موقع أكس، الذي أشار بشكل واضح بأن على الأرجح أن هذه الضربة ناجمة عن غارة نفذتها أو نفذها سلاح الجو الإسرائيلي، وذكر ما جرى في نوفمبر من العام الماضي عندما كانت هنالك انفجارات غامضة طالت صنعاء، وقال بأن سلاح الجو الإسرائيلي هو الذي كان خلف هذه العملية. بالتالي هنالك مؤشرات بأن هذه الضربة كانت ضربة إسرائيلية خاطفة على العمق اليمني، وإسرائيل لا تتبنى مثل هذه العمليات كما نعلم من الكثير من التجارب، إن كانت في سوريا أو إن كانت في لبنان أو إن كانت حتى في العمق الإيراني. بشكل عام جماعة الحوثي تتعرض إلى الكثير من الضرر على مستوى الحديدة، إن كانت على ميناء الحديدة أو إن كانت حتى على مطار الحديدة. الضربات الأمريكية البريطانية مؤخرا أدت إلى دمار في هذا المطار، في مطار الحديدة وتحديدا في هذه النقطة. الدمار الذي ترونه هنا أمامكم هو ليس من دمار هذه الضربات الأمريكية البريطانية، لا أبدا، هو من دمار التحالف العربي الذي قادته المملكة العربية السعودية. بالإضافة إن الصورة نوعا ما من القمر الصناعي ليست حديثة للغاية، ولكن كانت هنالك صورة حديثة لما كان عليه الأمر وكيف تغير بعد الهجمات على هذه النقطة. لاحظ هنا كانت الصورة قبل وهنا بعد، الصورة ليست واضحة، ولكن ما هو واضح الدمار الذي طال هذه المنطقة تحديدا. الضربات جاءت هنا ودمار هنا وهذا دمار آخر وهنا ضربة أخرى، ولاحظ أن هنالك ضربة أخرى. أي باختصار هم ضربوا كل ما تبقى من هذه الهناجر أو المخابئ الخاصة بالطائرات ودمروها بالكامل، وهذه صورة حديثة واضحة نشرت من ماكسار تكنولوجيز توضح لك كيف أن المنطقة دمرت بالكامل. بالتالي واضح جدا أن جماعة الحوثي يبدو بأنها كانت تستخدم هذه النقطة لإطلاق الطائرات المسيرة أو لتجميع الطائرات المسيرة قبل إطلاقها على البحر الأحمر وتحقيق كل الهجمات التي يقومون بها على خطوط الشحن الموجودة في خطوط الشحن طبعا في البحر الأحمر. لكن ما هو مثير، النيويورك تايمز وضعت تقييما لطبيعة الضربات الأمريكية البريطانية، هو تقييم واقعي لكل ما جرى من الهجمات القادمة من المدمرات الأمريكية البريطانية، الطائرات الأمريكية والبريطانية وغيرها التي استهدفت كل هذه النقاط وكل هذه المناطق التي ترونها. أكدت النيويورك تايمز طبعا عن طريق المسؤولين الأمريكيين بأن الضربات حققت 90% من أهدافها، وبأن جماعة الحوثي ستكون نوعا ما عاجزة عن تحقيق أي هجمات في المستقبل على خطوط الشحن في الأيام أو في الأسابيع القادمة، لكن هذه مسألة مؤقتة، وذلك لأن الهجمات التي طالت جماعة الحوثي دمرت ما يقارب من 20
إلى 30% من قدرات جماعة الحوثي الهجومية، أي بمعنى آخر بأن جماعة الحوثي لا زالت تحتفظ بثلاثة أرباع قدراتها الهجومية إن كانت على المستوى الصاروخي أو إن كانت على مستوى الطائرات المسيرة وغيرها، وبالتالي هي لا زالت قادرة على تحقيق الهجمات وقادرة على الإيفاء بوعودها أو حتى تنفيذ كل تهديداتها التي تتحدث عنها، بل إن حتى المسؤولين الأمريكيين أكدوا بأنه في حقيقة الأمر لديهم مشكلة في تحديد مواقع جماعة الحوثي وتحركاتهم ومستودعاتهم وغيرها، وذلك بسبب أن هذه الأسلحة هي تطلق من منصات متنقلة ويسهل وسهل جدا إخفاؤها، كذلك طبيعة التضاريس الموجودة في المنطقة، لا بالإضافة إلى ذلك أن المخابرات الأمريكية لم تضع أي موارد كافية من أجل التركيز على طبيعة تواجد جماعة الحوثي، المنظومات الدفاعية، المنظومات الرادارية أو مستودعات الطائرات المسيرة أو الصواريخ أو نقاط انطلاقها أو غيرها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترى بأن هذا الأمر ممكن أن يحدث وبأنهم سيواجهون جماعة الحوثي، أو كيف من الممكن لجماعة الحوثي أن تكون تهديدا للأمن القومي الأمريكي، ولكن ها هم في مواجهة واضحة للغاية، بالتالي جماعة الحوثي فعلا لا زالت تمتلك قدرات كافية لتهديد البحرية الأمريكية أو البريطانية أو حتى خطوط الشحن الموجودة في المنطقة بأكملها. والإيكونوميست قالت بأن جماعة الحوثي نجت من هجمات أخطر ومن حملة أخطر عسكرية ضدها في الماضي، أخطر مما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كما تلاحظون. وهذه حتى هذه اللحظة حتى جماعة الحوثي رغم كل ما جرى إلا أن تأثيرهم لا زال حاضرا وواضحا، لاحظ كيف أن البحر الأحمر بحسب آخر صورة نشرت من البي بي سي لشهر يناير أي هذا الشهر من هذا العام توضح لك أن الحركة لا زالت ضعيفة في البحر الأحمر، والحركة لا زالت كبيرة للغاية باتجاه رأس الرجاء الصالح من سفن الشحن، 95% من هذه السفن لا زالت لا تمر، تغير مسارها من البحر الأحمر لتأخذ هذا الطريق الطويل باتجاه مضيق جبل طارق لتصل إلى البحر المتوسط، لا بل إن حتى ناقلة نفطية سعودية انطلقت مؤخرا في البحر الأحمر وضعت ملاحظة بشكل مثير هنا كما تلاحظون، هذه الملاحظة توضح أن السفينة لا ارتباط لها بإسرائيل لكي تراه جماعة الحوثي، وجماعة الحوثي بالتالي لا تستهدف هذه السفينة، لاحظ كيف أن جماعة الحوثي لا زالت تفرض شروطها في هذه المعركة وكما تريد، لا بل أن بهشاد السفينة الإيرانية التي اتهمت بأنها تقوم بعمليات تجسسية لصالح جماعة الحوثي بشكل مثير، هي خرجت من البحر الأحمر ومن مضيق باب المندب ولكنها لا زالت متواجدة هنا في خليج عدن وباتجاه جيبوتي، لاحظ حتى أن شيزو انتل أكد بأن هذه السفينة لا زالت موجودة، لاحظ هنا بهشاد وبأنها لا زالت متوقفة هنا، وبالتالي هي قد تكون أيضا مسؤولة عما جرى عن ناقلة النفط خاليسة الروسية التي تحدثنا عنها بأنها كانت تعطي معلومات وتم أو معلومات وجاء الاستهداف بهذا الشكل عليها، وبالتالي هذه السفينة لا زالت موجودة ولا زالت جماعة الحوثي تمتلك الكثير من القدرات الاستخبارية بمساعدة إيران في هذه المنطقة، والوضع قد يتأزم بشكل أكبر في الفترة القادمة، خاصة أن الأوساط الإسرائيلية نشرت تفاصيل مثيرة للغاية عن إبلاغ من إسرائيل لجمهورية مصر العربية عن تحرك عسكري قادم باتجاه رفح، وأضافت إسرائيل رادار وول ستريت جورنال الكثير من التفاصيل الجديدة حول القادة المتواجدين في تلك المنطقة، فإسرائيل قد تقدمت بحسب الوور مابر كما تلاحظون هنا باتجاه رفح بشكل بسيط لتسيطر على هذا المعبر، معبر كرم سالم كما تلاحظون هنا، وقد سيطرت بهذه النقطة وهي تبحث عن عملية تقدم بهذا الاتجاه بحسب هذه التفاصيل، فإسرائيل أبلغت جمهورية مصر العربية بأن هنالك الكثير من المسلحين والأسلحة التي تدخل ويتم تهريبها من مصر باتجاه غزة، قطاع غزة لمساندة الفصائل الفلسطينية في طبيعة الاستهدافات والصمود أمام الهجوم الإسرائيلي، وبالتالي إسرائيل هنا أبلغت جمهورية مصر العربية بأنها بعد تقدمها على هذا المعبر ستقوم بالتقدم مباشرة باتجاه معبر رفح لتسيطر عليه، وكذلك ستسيطر على محور فيلادلفيا بالكامل، أي تسيطر على كل نقطة
تفصل بين قطاع غزة وبين جمهورية مصر العربية، وذلك لأنهم بحساباتهم أن أغلب القادة من الفصائل الفلسطينية، إن كانت حركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي، عندما نتحدث عن يحيى السنوار أو حتى محمد الضيف وقائد كتائب عز الدين القسام، يرون أن أغلب القادة الآن منتشرين في رفح وكذلك متواجدين في خان يونس التي تغلغلوا فيها بشكل كبير، وهم يسيطرون على النسبة الأكبر الآن بالنسبة للجانب الإسرائيلي على خان يونس، وتحدثوا عن وجود يحيى السنوار في خان يونس، وبالتالي هم يبحثون عن ضرب القادة وقتلهم واغتيالهم وبعد ذلك يعلنون نصرا كبيرا بالنسبة لهم. بالتالي الوضع قد يزداد سوءا بشكل خطير في الفترة القادمة، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية مشتركة في جمع المعلومات الاستخبارية حول القادة من الفصائل الفلسطينيين المتواجدين في قطاع غزة في هذه المناطق، كما تحدثت الوول ستريت جورنال، كما تلاحظون هنا، أو عفوا النيويورك تايمز هي التي نشرت هذه المسألة وقالت بأن CIA وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تعمل بشكل كبير على مساعدة إسرائيل حول إعطائهم معلومات وإنتل ومعلومات استخبارية من أجل مساعدة إسرائيل في اصطياد قادة الفصائل الفلسطينية. بالتالي الأمر مرتبط به الولايات المتحدة، وقد يعني الكثير في طبيعة التصعيد الذي نراه في المستقبل.